بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 87 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا أبو ناصر من الرياض يقول: فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، يغفل كثير من الناس عن التفقه في مناسك الحج والعمرة، وخصوصا بأن الجميع مقبل على هذا الموسم العظيم، ويعودون بعد المناسك يسألون عن أشياء وقعوا فيها، ولو أنهم قرأوا أو سألوا لما حصل منهم هذا الخلل في هذا الركن العظيم. فنود من الشيخ حفظه الله بيان أهمية سؤال أهل العلم والتفقه في دين الله وفي المناسك، سواء كان ذلك للفرد أو للمجتمع، ولكم الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لا شك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما يستقيم به دينه من أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين والصلاة والزكاة صوم رمضان والحج. هذه أركان الإسلام، تعلمها فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وهناك رسائل مختصرة في صفة الحج والعمرة، على المسلم إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يقرأها ليعرف كيف يؤدي حجه وعمرته على الوجه المطلوب، وهي ميسرة ولله الحمد، لكن لا بد أن تكون صادرة من أهل العلم وأهل الفقه والدين. وأما ما يندر من المسائل ويقع من المسائل أو من الأخطأ، فهذا لا بد فيه من سؤال أهل العلم في وقته، في وقت وقوعه. وعلى المسلم أن يحرص على أن تكون عبادته موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى، مع الإخلاص لله فيها حتى تكون مقبولة عند الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: في العام الماضي يسر الله لي وحجيت إلى بيت الله الحرام، ونويت الحج بنسك القران، ونطقت بقولي لبيك حجا لبيك اللهم لبيك إلى آخره. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران، وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم بأن هذا النسك حج عمرة مقترن ببعض، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك؟ الاعتبار بالنية، ما دام نويت نسك القران فأنت قارن، ليست العمدة على اللفظ والتلبية، إنما العمدة على نية القلب. فإذا نويت القران صرت قارنا وتدخل العمرة بالحج، تطوف لهما طوافا واحدا، تسعى لهما سعيا واحدا، وتقصر أو تحلق لهما، ويلزمك فدية كما تلزم المتمتع، يلزمك فدية تذبحها في أيام النحر. وإذا كنت لا تقدر على الذبح فإنك تصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 بعد الحج. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو بسام يقول بأنه يعمل في الدمام منذ 4 سنوات، وبفضل الله يقول قمت بأداء فريضة الحج، ولكنني هذه السنة إن شاء الله أريد أن أحج عن أبي المتوفى رحمه الله، وهو لم يؤدي هذه الفريضة، فما كيفية الحج للمتوفى؟ مأجورين. كيفية الحج عن المتوفى مثل كيفية الحج لنفسك، تحرم بأحد المناسك الثلاثة، إما التمتع وهذا أفضل، أو القران أو الإفراد،
حسب ما يتيسر لك، لكن إن أحرمت متمتعا أو قارنا وجبت عليك الفدية، فدية التمتع. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأما إن أحرمت بحج مفرد فليس عليك فدية. الحاصل أن أعمال الحج والعمرة عن الميت أو عن الغير مثل ما هي عن النفس سواء بسبب، إلا أن الفرق بالنية. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أيضا من أسئلته: والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك هذه السنة، وتتمنى أن ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء هذه الفريضة، ولكنها غير قادرة ماديا، هل يجوز لها أن أحج عنها؟ هل يجوز لي أن أحج عنها نيابة؟ وهل يسقط عنها الحج؟ ومتى يسقط مأجوري؟ إذا كانت لم تحج بنفسها فلا بد أن تحج تباشر الحج بنفسها إذا كانت قادرة على ذلك ماديا وجسديا، أين كانت غير قادرة عليه من ناحية المال ليس عليها حج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا كانت غير قادرة ماديا ليس عندها مال فليس عليها حج، وأما إذا كانت عندها مال موسرة وتقدر فتقدر ماليا ولكنها لا تقدر بدنيا فإنها تنتظر، إذا كان يرجى زوال عذرها تنتظر حتى تقدر تباشر الحج بنفسها. وأما إذا كان العائق والمانع من الحج مستديما مزمنا لا تقدر على الحج ولا لا تقدر على الحج بنفسها ولا يؤمل أن تقدر في المستقبل، فإنها توكل أن يحج عنها أنت أو غيرك فيحج عنها. لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي أدركته فريضة الله بالحج هو لا يستطيع الثبات على الراحلة فأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل فضيلة الشيخ هذا الأخ من سوريا أبو باسم، يقول: بالنسبة للتلبية الجماعية إذا كان الإنسان لا يحفظ الأدعية وخصوصا في الحج حيث أحد الإخوة يلبي ونقوم بالتلبية وراءه والآخرون يتبعونه في هذا المنسك، هذا العمل غير مشروع، أو التلبية الجماعية والدعاء الجماعي هذا غير مشروع، والتلبية ميسورة كل يعرفها، تلبي لنفسك كل واحد يلبي لنفسه، وكذلك الدعاء ميسور كل واحد يستطيع يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، هذا شيء ميسور لا حاجة إلى الدعاء الجماعي أو التلبية الجماعية. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه الأخت مريم تقول: بالنسبة يا شيخ للمرأة، هل لها أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح لها أن تتطيب أيضا وهي محرمة؟ وإذا كانت قد لبست البرقع جهلا منها وهي تطوف؟ كلا الأمرين لا يجوز للمحرمة، لا لبس البرقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المحرمة، والبرقع مثل النقاب فلا تنتقب، لا تلبس ناخيطة للوجه خاصة من النقاب والبرقع مدة إحرامها، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والأمر الثاني نعم التطيب، والأمر الثاني التطيب، لا يجوز للرجل ولا للمرأة التطيب حالة الإحرام، إنما هذا قبل الإحرام، إذا أراد المسلم أن يحرم يتطيب في بدنه لا في ثيابه لا في ملابس الإحرام، وإنما في بدنه طيب بدنه قبل أن ينوي الإحرام، أما بعد ما ينوي الإحرام فلا يجوز له التطيب مطلقا وهو محرم، هذا يكون محظورات الإحرام فيه فدية، إلا إذا فعله ناسيا أو جاهلا، أو المرأة لبست البرقع أو النقاب جاهلة أو ناسية فليس عليها شيء إذا خلعته وقت معرفتها بحكمه، تبادر في خلعه تبقى ببقية إحرامها غير منتقبة وغير متبرقعة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ أسعد عبد الله يقول: شيخ، من نوى بالحج مفردا هل حجه تام وهل عليه عمرة؟ نعم، حجه تام لكنه يكون نسكا واحدا،
هو الحج، وليس عليه فدية واجبة، والعمرة إذا لم يكن اعتمر أنه تبقى في ذمته العمرة يؤديها بعد الحج أو متى تيسر له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت أم أحمد تقول: هل يحق شيخ للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات إذا تعذر عليها اصطحاب أحد من أفراد عائلتها، وخصوصا بأن الوالد متوفى، فهل يحق لوالدتها أن تصطحبها لتأدية الفريضة، أو الخالة أو العمة أو أي شخص تختار ليكون محرما في حجها؟ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم، ممن تحرم عليه على التأديب بنسب أو سبب مباح كالرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فهذا يشمل الحج وغيره. ولا تكفي جماعة النساء عن المحرم، لأن النساء مثلها تحتاج إلى محارم، فلا تكون المرأة محرما لغيرها. وكان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحجون ويكونون جماعة ونساء مجتمعات، ومع هذا لما جاءه رجل يريد الغزو وأخبره أن امرأته خرجت حاجة، قال له: ارجع فحج مع امرأتك. ارجعه من الغزو إلى أن يحج مع امرأته، دل على أنه لا يصلح للمرأة أن تحج بدون محرم ولو كانت مع الناس أو مع النساء، لأنه معلوم أن هذه المرأة التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها خرجت مع الحاج وفيها النساء، ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم زوجها أن يحج معها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أخيرا يسأل السائل هذا فضيلة الشيخ ويقول: بالنسبة للمكي، أين ميقاته وخصوصا في العمرة؟ المكي ومن كان في مكة من غير أهلها ميقاته للعمرة خارج الحرم، خارج حدود الحرم الأميال، يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجعرانة فيحرم بالعمرة، وأما الحج فإنه يحرم به من مكة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أبو عبد الله، إذا كان الموظف مسافر مثلا من عرعر إلى مكة لعمل في أداء مهمة، وتطلب العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم، ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة، فما رأي الشيخ في ذلك؟ إذا كان وقت قدومه من وطنه غير ناول للعمرة، وإنما جاء لعمل، دخل مكة لعمل، ثم لما فرغ من عمله بدا له أن يعتمر، فهذا يحرم من خارج مكة، من خارج الحرم، ما دام خرج إلى جدة وأحرم من جدة فقد حصل المطلوب والحمد لله. أما إذا كان ناويا للعمرة يوم يقدم من بلده، فإنه يلزمه إذا أراد العمرة بعد ذلك أن يرجع إلى الميقات الذي مر به في طريقه حال قدومه من بلده، يرجع إليه ويحرم منه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. الأخت أم صالح لها مجموعة من الأسئلة عن الحج أيضا، تقول: هل لي يا شيخ أن أخذ إذن زوجي هذه السنة وأريد الحج لأنني لم أؤدي فريضة الحج؟ إذا تيسر لك الحج بوجود المال والمحرم، إنه يجب عليك المبادرة بالحج، وليس للزوج حق الاعتراض عليك من أداء الفريضة، ولا ينبغي للزوج أن يمنعك من أداء فريضة الحج إذا تيسرت، لأن هذا فرض عليك، كما أنه لا يمنعك من فرض الصلاة ولا من فرض الصيام في رمضان، إنه لا يمنعك من فريضة الحج. تقول: سيذهب معي أخي إن شاء الله للحج، ولكن عليه ديون، وسمعنا من بعض الذين يفتون فضيلة الشيخ بأن الذي عليه ديون يجلس في أرضه ولا يحج، هل هذا صحيح؟ نعم، الذي عليه ديون وليس عنده مال يسددها ويمون الحج، فإنه يخرج نفقة الحج في سداد ديونه، ولكن هذا لم يحج على نفقته كما ذكرت السائل. نعم.
إنما حج على نفقة غيره فلا مانع من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عادل يقول يا شيخ ما المراد بدم الجبران وأين يذبح مأجورين؟ دم الجبران هو الذي يكون عن ترك واجب أو فعل محظورا من محظورات الإحرام، سمي جبرانا لأنه يجبر النقص الذي حصل في النسك، ويذبح حيث وجد سببه، إذا كان بفعل محظور فإنه يذبح أين وجد سببه، وأما إذا كان لجبران واجب تركه من واجبات النسك فإنه يكون في مكة، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، الأخت سلمى لها سؤال تقول فيه: بالنسبة للمرأة التي جعلت من التمتع منسكا لها وقامت بالإحرام وقبل وصولها إلى مكة جاءها الحيض، ماذا تفعل وهل تحج قبل أن تعتمر؟ نعم، إذا جاءها الحيض وهي محرمة فإنه لا يضر إحرامها، تبقى فيه إحرامها، فإن تمكنت من أداء العمرة بعد انقطاع الحيض وقبل الحج فإنها تفعل ذلك، وإن أتى عليها الحج وهي لم تطهر فإنها تحرم بالحج، تدخله على العمرة وتكون قارنة بدل أن كانت متمتعة، كما حصل ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت وهي محرمة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، أرى أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما أدركها الحج وهي لم تطهر أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، تدخله على العمرة وتكون قارنة. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ مصطفى يقول: أنا مقيم بالرياض منذ 9 سنوات وأعمل بشركة، هل يمكن لي إذا ذهبت إلى جدة أن أحرم من جدة لأداء الفريضة، وخصوصا بأنني لم أؤدي فريضة العمر؟ إذا كان العمل يسمح لك ولا تخل بالعمل، أو أن أصحاب العمل أذنوا لك، فإنك تؤدي العمرة، لكن لا تؤديها من جدة، وإنما تؤديها من الميقات الذي مررت به في قدومك إلى مكة، إلا إذا كنت لم تنوي إلا بعدما تجاوزت الميقات إنك تحرم من المكان الذي نويت منه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ هذا الأخ أبو عادل: بالنسبة للنية تشكل علي، هل هي مطلوبة في كل الأعمال أم أنها خاصة في عبادات معينة فقط؟ النية شرط لصحة جميع أعمال العبادات، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا تصح العبادة أيا كانت من أنواع العبادات إلا بالنية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: أنا اقتربت من 40 وأصلي تارة وأترك تارة أخرى، وقد إن شاء الله عزمت على المواظبة على الصلاة وأريد الحج هذه السنة، فما حكم فضيلة الشيخ حجي إن شاء الله، وخصوصا بأنني الصلوات الماضية أصلي فترة وأترك فترة؟ عليك بالتوبة إلى الله والمحافظة على الصلوات لجميع مستقبل حياتك وما مضى، وأنت تارك للصلاة متعمدا فإنه يكفي التوبة على الصحيح، ولكن التوبة الصادقة التي من شروطها الاستمرار وعدم العودة إلى ترك الصلاة، عليك بالتوبة إلى الله، فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة وحافظ على الصلوات فإنك تحج، أما قبل أن تتوب وأنت تترك الصلاة لا يصح لك حج. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل، وخصوصا بأننا مقبلين على أداء فريضة الحج، هل نلزم الأطفال أن يحرموا معنا أو نقيدهم بمحظورات الإحرام والواجبات وأركان الحج والعمرة، وما رأيكم بإحرام الصغير؟ إحرام الصغير ينقسم إلى قسمين: صغير غير المميز، هذا ينوي عنه وليه ويجنبه محظورات الإحرام ويفعل به المناسك كلها، يحمله معه ويؤدي المناسك، وأما إذا كان الطفل مميزا فإنه يحرم هو وينوي الإحرام، لأن المميز تصح منه النية والعبادة،
فينوي الإحرام بنفسه ويتجنب المحظورات ويجنبه وليه المحظورات وهو يؤدي المناسك بنفسه من طواف وسعي وغير ذلك. وإذا كان يشق عليكم تحجيج الصغار فليس بلازم، لكن إن أردتم الأجر والفائدة لكم ولهم فإنكم تفعلون معهم ما سبق. أخيرا يقول المفرد هل عليه طواف وداع؟ طواف الوداع لازم لكل حاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفرد. إذا أراد السفر بعد الحج فإنه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يطوف طواف الوداع، لقول لما في الحديث أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، كان الناس ينفرون من كل وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء المبارك الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.